الأزواج والأبكار المحليات الأصايل في سن اللقاية، حيث ينطلق هذا الشوط وتنطلق هذه الدفعة الجديدة الأخرى في انطلاقات صباح هذا اليوم. لا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام شاهين للعود بالحمد المبارك بن العود بالحمد العامري أو العود بالحمد بالعود العامري، حيث حقق 7 دقائق و30 ثانية في انطلاقات هذا اليوم من خلال المشاركة القوية والفاعلة لهذه السلالة الشاهينية. أسير إلى البداية وأسير إلى معركة صراع الأبكار المحليات الأصايل وإلى المركز الأول حيث كان الانطلاق. أعود إلى البداية أيها الحبل الكريم وإلى المركز الأول. مشغلة تتقدم، سيف بن غالب بن سلطان المنصوري إلى أول المراكز، أما المركز الثاني دمعة سيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيالي يحتل الآن المركز الثاني والمركز الثالث لانتقال إلى شعار بن حمودة، حيث وصلت عرجة علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذه مياس محمد بن صالح بن حمد القمرة السندباد القطري، حيث يتقدم مع شعاره في أشواط الإنتاج. وننتقل إلى المركز الخامس، شعار بن حضير في هذه اللحظات يقدم لنا سلهودة سلهودة سلطان بن راشد بن حضير الاكتبي. مشاهدين الأعزاء يصل في المركز الخامس. المركز السادس بن عيلان يقدم العنود محمد بن عيلان بن عبد الله المهيري إلى سادس المراكز، والانتقال مباشرة إلى غزوين. هنا غزوين سالم بن خلفان بن علي الخصوني الاكتبي على المركز السابع، أما المركز الثامن فوصلت من خلال السايحة بطي بن عبيد بن محمد المهيري هنا في المركز الثامن، بينما المركز التاسع وصلت الشاهينية أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي يحتل المركز التاسع، والمركز العاشر شواهين لناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في ناموسي وانطلاق هذا الشوط، حيث تسير الأبكار المحليات الأصايل، حيث يسير هذا العنوان، حيث تسير أشواط الإنتاج مشاهدينا الكرام بمفخرة وتحدي بين الشعارات في مشاركاتها وانطلاقاتها وتصدر كل المجموعات وحضور هذه الأسماء. نعود إلى البداية وإلى المركز الأول ونشاهد مشغلة لا زالت على المركز الأول، سيف بن غالب بن سلطان المنصوري الآن على المركز الأول، هناك يحاول في بداية مشوار التحدي ومشوار الصباح، بينما المركز الثاني بن كلثم هناك يقدم لنا دمعة سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فيأتي هناك مشاهدين الأعزاء في الانطلاقات والتحديات على المركز الثالث. المركز الثالث غزوين سالم بن خلفان بن علي الخصوني الاكتبي يتواجد في المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي هنا شعار اليابري ليقدم الوسمية علي بن عبد الله بن سعيد اليابري مشاهدينا الاعزاء. أما المركز الخامس ننتقل مشاهدين الأعزاء، علي بن فري بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا عرجة عرجة من تحتل هذا الموقع هذا المكان إلى المركز الخامس. المركز السادس أشوف الوصول على المركز السادس، حيث يتقدم مشاهدين الأعزاء سلطان بن راشد بن حضير من الكتبي ليقدم سلودة في المركز السادس، والمركز السابع مصيحة سالم بن ضعيب بن غدير الكتبي في المركز السابع، بينما المركز الثامن من الجانب الآخر عبد الله بن عتيج الرميثي يقدم هملولة في تاسع المراكز، ويصل بن عيلان محمد بن عيلان بن عبد الله المهيري مع العنود. مع العنود، هل تعاند العنود؟ هل تتقدم العنود؟ هذا ما سنشاهده في لحظات هذا الشوط المعاندة، ولكن مشاهدين الأعزاء في الزاوية الأخيرة الالتفاف
الالتفاف الأخير، الالتفاف الأخير لمحك هذا الشوط، لمنافسة هذا الشوط، ولكن العودة لبن غالب المنصور. يا سلام يا مشغلة يا مشغلة، سيف بن غالب بن سلطان المنصوري لا زال مع مشغلة على المركز الأول. أشغلتنا مشغلة، تقدمت مشغلة يا بن غالب المركز الثاني. شوف هناك التقدم من قبل العنود محمد بن عيلان بن عبد الله المهيري، إلا أن غزوين سالم بن خلفان بن علي الخصوري الاكتبي يتقدم إلى المركز الثاني. المركز الرابع وصلت هملولة عبد الله بن عتيج الرميثي 1200 على خط النهاية. من خلال هذه اللحظات بدأ الصراع والنزاع على ناموس هذا الشوط. هذه النتيجة للأربع المراكز الأولى، بينما المركز الخامس هناك تقدم، هناك احتلال لخامس المراكز، لكن لا زالت مشغلة، لا زالت مشغلة. يا سلام، الله ينتاج المختبر سيف بن غالب بن سلطان المنصور. المنصوري غلبهم بن غالب في الشوط مع مشغلة، لكن هملول عبد الله بن عتيجة الرميثي واصل ينتزع المركز الأول أو المركز الثاني. شوفوا هملولة، لكن المركز الثالث بن عيلان قادم مع العنود محمد بن عيلان بن عبد الله المهيري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك بطيب بن عبيد بن محمد المهيري، ولكن الله يا بن جلدم ياكم يتكم دمعة دموع الخير، دموع الفرح والناموس. هذا هو بن جلدم مشاهدي الاعزاء. النقطة الثانية يا سلام يا بن جلدم، سير بن جلدم الخيالي، سلام لأهل العين، سلام لأهل البطين في مدينة العين. ها هو أمامكم بن جلدم للمرة الثانية في هذا الصباح، للمرة الثانية مع أشواط الإنتاج. تهانينا والناموس يا بن جلثم، يا خيالي، دمعة انطلقت دمعة في اللحظات الأخيرة، فازت دمعة، تسللت دمعة، أهدت الفوز والناموس مرة أخرى لمالك سيف بن سهيل بن جلثم الخيالي. أسعد الله صباحك على الفوز والانتصار. المركز الثاني مشغلة لسيف بن غالب المنصوري، المركز الرابع الثالث ملول عبد الله بن عتيجة الرميثي، والمركز الرابع العنود محمد بن حلام بن عبد الله المهيري، المركز الخامس كانت عرجة لعلي بن فري بن علي بن حمودة أو بن حضيرم. يأتي في المركز السادس مشاهدي الأعزاء الخامس سلودة سلطان بن راشد بن حضيرم الكتبي. عموما على كل حال نتابع حفلنا الكريم لحظات الوصول، وسيف بن سهيل بن شلثم الخيالي للمرة الثانية في انطلاقات صباح هذا اليوم. 7:46 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز دمعة لسيف بن سهيل بن شلثم الخيالي حيث حققت المركز الأول، بينما مشاهدي الأعزاء المركز الثاني كان التحدي والوجود من مشغلة سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. 7:48 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثالث فكان التقدم مشاهدين الأعزاء واحتلال ثالث المراكز من قبل هملولة. 7:49 أربع أجزاء من الثانية. وتهانينا والناموس عبد الله بن عتيج الرميثي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع على هذه المشاركة القوية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة تتجدد تحيتنا لحضراتكم في كل مكان من هذا الموقع، ميدان المرموم تحفة الميادين الميدان الذكي، لتواصل أشواطنا في صباح هذا اليوم الشوط السادس عشر الذي